ومن الفوائد المدرجة هنا في يوم الجمعة أنكم ترون بعض الخطباء يعتمد على عصر في الخطبة ليعلم أنه جاء حديث عند أبي داود وحسنه ابن حجر رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمد على العصا إذا خطب إذا كان في الحضر، وإذا كان في الحرب اعتمد على قوس، حديث ثابت. لكن هذا متى؟ قبل أن يتخذ المنبر. لكن لما اتخذ المنبر كما قال ابن القيم رحمه الله لم يعتمد لا على عصا ولا على قوس، قال وما يظنه أنه كان يعتمد على سيف، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. قال فهذا كلام باطل، إنما هو ظن الجهال. قلت لما هو باطل؟ لأن دين الله ما قام بالسيف، ما قام إلا بالعلم. أكبر مدينة وأعظم مدينة وهي المدينة النبوية ما افتتحت بالسيف، إنما افتتحت بالعلم. السيف منفذ، فيما لو أن أعداء الدين وقفوا عثرات حجر أمام الناس للدخول في الدين، هنا السيف منفذ، وإلا فالدين ما قام بالسيف. إذن كان يعتمد على عصا قبل اتخاذه المنبر، لما؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يستند على جذع، فأتاه رجل فقال ألا أصنع لك منبرا؟ فصنع له منبرا من ثلاث درجات يقعد على الدرجة الثالثة. فلما صعد صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حن الجذع شوقا إلى ذكر الله، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمع صوته الصحابة رضي الله عنه، فاحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري. عند أحمد وغيره قال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، وعند الدارمي أصبح له خوار كخوار الثور، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بدفنه فدفن. ولم يكن المنبر في وسط المسجد، وإنما في الجهة الغربية كما قال ابن القيم رحمه الله.